ناس كتير بعتت لنا فيديوهات علشان تشارك معانا، لكن الضيف اللي موجود معانا دلوقتي هو الاستاذ شادي خليل في مدينه نصر الحي الثامن. خلينا نطلع نخبط على الباب، بس يا رب ما يقولش مين على الباب. هو ده البيت. مساء الخير. ايه الاخبار؟ مساء الشادي. انت شادي؟ شادي. ازيك يا شادي؟ الاخبار؟ ازيك؟ اخبار حضرتك ايه؟ اهلا وسهلا. مساء الخير، ازي حضرتك؟ الاخبار؟ ازيك؟ مساء الخير، ازي حضرتك؟ الاخبار؟ مساء الخير. كلكم هنا ما شاء الله، عاملين ايه؟ كله كويس؟ كله زي الفل. تمام، كله زي الفل. احنا برنامجنا اسمه برنامج مين على الباب. احنا برنامج مسابقات مكون من ثلاث مراحل، ممكن تكسبوا معانا لغايه ثلاث اجهزه. تمام، حلو. مستعدين؟ مستعدين. كل حاجه تمام وزي الفل. انت آدم مين؟ طبعا. ادم. ازيك يا ادم؟ واختك دي دي اختك؟ اه. اسمها ايه؟ تاليا. تاليا، اوكي. طب انت هتجاوب معانا ولا مش هتجاوب معانا؟ هجاوب. ومستعد؟ اه. ومعلوماتك حلوه؟ اه. وممكن تكسب؟ اه. طب يلا بينا، تشربونا ايه بقى؟ ثلاث انواع مره واحده. طب ما هنشرب مع بعض وكده يعني. ناخد انا بس. فشغال بقى بقول لك في مجال المطاعم كده، فعندي براندين يعني مطاعم كده. حلو قوي. اه. طب وحضرتك بتشتغلي؟ اه مفروض. اتش ار. اتش ار؟ هي بدله اتش ار. بدله اتش ار ودخلت اتش ار وشغل. اصل اتش ار دول بيبقوا مقاسين قوي. اه بلا تخسر. اه بيخلص. اه طب ولميس بتشتغلي؟ لا. احسن والله. ريحت نفسي. ده كفايه تاليا وادم، ربنا يخليهم لك يا رب ان شاء الله. حضرتك بتشتغل ايه؟ اليوم مهندس متقاعد. انا عايز اعرفكم شويه عن المسابقه بتاعتنا. احنا المسابقه بتاعتنا عباره عن ثلاث مراحل، كل مرحله هي مجموعه اسئله. المرحله الاولى فيها سؤالين اجباري لازم تجاوبوا عليهم، والسؤالين دول في الغالب بيكونوا سهلين جدا ويكون فيهم اختيارات، فبالتالي ممكن تجاوب عليهم بسرعه. المرحله الثانيه هي ثلاث اسئله لازم تجاوبوا على سؤالين منهم، وبرده بتكون الاجابات كلها اختيارات. المرحله الثالثه والاخيره هي عباره عن خمس اسئله لازم تجاوبوا على اربعه منهم، وبيكون الاربع اسئله بدون اختيارات. دي بتكون صعبه شويه. انتوا هتكسبوا ايه؟ ممكن تكسبوا اي اجهزه كهربائيه، سواء انتوا محتاجينها هنا في البيت او ممكن ان انتوا تحتاجوها في بيت تاني او ايا كان انت محتاجها ازاي. فخلينا دلوقتي نلف كده في البيت، فرجونا البيت الاول. هو الاول ما شاء الله الديكور بتاع البيت هايل. مين اللي عامل الديكور بتاع البيت؟ يعني حتى هو. اه هي طبعا هو اللي دفع. آه. آه. انت بتدفع. اه ادفع يا باشا، انت جعان يا شادي. لو في اي افكار، لو في اي اقتراحات. ادم عايز ايه يا ادم؟ ادم عايز ايه؟ تعالوا ندخل المطبخ. تعالوا ندخل المطبخ. بوتاجاز محتاج. انتوا هنا بوتاجاز بلت ان. بوتاجاز. ايه البوتاجاز الكبير؟ ايه؟ ايوه احنا محتاجين الكبير فعلا. فين التلفزيون؟ في الليفنج روم. في الليفنج. طب تعالى نشوف، تعالى نشوف. يعني في حاجات كتيرة في البيت كنت عايزة اغيرها. انا ما بجيبش حاجة من الاخر. اه بقيت اقول له انا عايزة اغير كذا واغير كذا. احيانا من الاخر عايزة تقول لك كده. مش سمارت؟ ما ينفعش كده. احيانا على قلبه. ماشي. بص صغننا ازاي عايز ايه؟ يبقى احنا كده تقريبا عرفنا احنا هنغير ايه. اتفضل. ماشي، احنا عاملين لكم ازعاج جامد. ابدا. اتفضل يا فندم. طيب دي اللحظه بقى اللي بيحصل فيها خلاف دايما. الاول احنا عايزين متحدث رسمي باسمكم، يعني ممكن ترشحوا حد يبقى هو دايما اللي هيقول الاجابات، هو اللي دايما هناخد منه الاجابه، حتى لو اي حد قال الاجابه هناخدها من شخص واحد بس. تمام. تفضل. الشخصيه دي ولا هو هيلبسوني؟ عارف انا عشان لما يحصل حاجه ابقى انا لسه دي معروفه. لا خليك موافق. حضرتك كبير. ماشي خلاص، يبقى شادي هو دايما اللي هناخد منه الاجابه الاخيره. الاول احنا عايزين نعرف احنا هنلعب على انهي اجهزه؟ ايه الاجهزه اللي احنا هنشتغل عليها؟ التلفزيون انا بالنسبه لي. اوكي. التلفزيون. تاني حاجه؟ والبوتاجاز. تاني حاجة. الخلاط. ماشي. تالت حاجة الخلاط. حلو قوي. خليكم انتوا قاعدين زي ما انتوا، أنا هلزق ستيكرز على كل الحاجات دي. يلا. أول حاجة هي البوتاجاز. التلفزيون اللي في الليفنج. إحنا مش عارفين مكان الخلاط. حلو قوي. يلا بسرعة 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 بسرعة. إحنا كده عندنا كمان الخلاط. يلا بينا، اتفضل. جاهزين للمرحلة الأولى؟ جاهزين؟ إن شاء الله. ممكن تطلع لي الخلاط لو سمحت؟
طيب لغايه لما الخلاط يوصل خليني اشرح لكم بقى المسابقه بالتفصيل. احنا عندنا كل الاسئله اللي في المراحل المختلفه، كل الاسئله دي لازم تجاوب عليها في 20 ثانيه بالظبط. لو عدينا ال 20 ثانيه خلاص انتوا كده خسرتوا. عندكم طول الوقت ثلاث وسائل مساعده تقدروا تستخدموهم اي وقت. وسيله المساعده الاولى وهي الجوكر. الجوكر دي لعبه تقدروا تطلبوها في اي مرحله من المراحل، سواء المرحله الاولى او الثانيه او الثالثه. هتلعبوا لعبه سهله جدا وفي الغالب هتعدوا السؤال الصعب اللي انتوا وقفتوا عليه. وسيله المساعده الثانيه هي ان انت تدور على اجابه السؤال في البيت عن طريق حاجه جوه البيت. ممكن تلاقيه في كتاب، ممكن تلاقيه في أجندة، ممكن تلاقيه في موبايلك، ممكن تلاقيه في أي مكان، بس في الحالة دي هتدور في البيت لمدة دقيقتين فقط. السؤال أو الوسيلة المساعدة الثالثة هي إن أنت تتصل بحد من قرايبك أو من جيرانك أو من صحابك، تكون أنت متفق معاه مسبقاً علشان خاطر يرد على التليفون وهيجاوب على السؤال في خلال 3 دقايق. أعتقد 3 دقايق ده وقت كافي، حتى لو هو قرر يدور من على الإنترنت من عنده، إحنا مش هندور، هو اللي يدور، فممكن يوصل للإجابة بشكل سريع. تمام. بتهيألي كده سهلة. سهلة بس. سهلة. هي الإجابة يعني الحاجة الثالثة دي بقى تعتمد على ذكاء الأخ اللي هنكلمه. بس يعني أنا ما أعرفش حد ذكي. بس أنت خد بالك يعني. هو على حسب السؤال أنت هتقرر أنت هتكلم مين، لأن هو في أسئلة مثلا أنت عارف إن حد شاطر في الرياضة، حد شاطر في الفن وهكذا. تمام. ماشي؟ وطبعا كده كده آدم معانا على طول. لا آدم. صح؟ آدم رياضة. يلا بينا أما نشوف. طيب ممكن تدخل لي الخلاط لو سمحت؟ مش بطال برضه. ده جميل. حلو.